يوجد حول العالم مجموعة من الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات فريدة من نوعها تساعدهم على القيام بعمل حركات مميزة للغاية والتي لا يمكن لأي إنسان القيام بها. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعض من هذه المقاطع التي سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا لنبدأ. بسبب قيام هذا الشاب بعمل هذه الحركة الرائعة يقال إنه لفت نظر وانتباه هذه الفتاة كما هو واضح أمامك. برافو. من الواضح أن هذا الشاب الرياضي يعمل على تطوير نفسه بدرجة كبيرة جدا في هذه الرياضة لكي يكون قادرا على المشاركة فيها أو في رياضة المصارعة. من الصعب على أي شخص محاولة عد هذه الكرات التي تلعب بها هذه الفتاة، ولكن يقال أنها تقوم باللعب بحوالي 8 كرات، كما يقال أن الرقم القياسي للعب بالكرات كان 11 كرة، والذي وضعه أليكس بارون من المملكة المتحدة. واحد من أروع وأفضل مشاهد تدريب محاربين النينجا،
حيث كان يقوم هذا الرجل بتحريك هذا السلاح بين يديه بطريقة احترافية جدا من الصعب على أي إنسان آخر القيام بها. هكذا كان هذا الشاب قادرا على إضافة بعض من الأضواء إلى حذاء التزحلق الخاص به، وهذا ما جعله يظهر بمظهر جذاب للغاية في الشارع. يظهر لك في هذا المقطع مدى براعة هذا الرجل في استخدام هذه الأسلحة التي يقال إنها معروفة للاعب الشهير بروسلي، ولكن هذا الرجل قادر على منافسة بروسلي بسبب مهارته في استخدام هذا السلاح. مشهد رائع جدا يوضح مدى براعة ومهارة هذه الفتاة في القيام بالتزحلق بين هذه الأكواب بطريقة احترافية جدا. هذا النوع من الرقص يعود أصله إلى مدينة نيويورك، وتم صناعته في أواخر الستينات وأوائل السبعينيات، ولكنه الآن أصبح عرضا عالمي في مختلف الدول حول العالم، حيث يقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية.
يبدو هذا المقطع كما لو كان واحداً من المقاطع التي سوف تجعل صاحب هذه المركبة يواجه الكثير من المخالفات، ولكن لا يمكن إنكار أن ما يقوم به هذا الشاب رائع للغاية. هل لديك المهارة الكافية للقيام بوضع المشروب داخل الكوب بهذه الطريقة التي تقوم بها هذه الفتاة؟ أم أنك سوف تسكب كل هذه الكمية على الأرض؟ القيام بحركة واحدة خاطئة في هذه الحركة التي قام بها هذا الشاب سوف تكلفه الذهاب إلى الطبيب والتعرض إلى جروح خطيرة جداً. وهذه بعض من المشاهد لهؤلاء الأشخاص الذين يظهرون وهم يقومون بعمل بعض من الحركات التي ليس من السهل على أي إنسان القيام بها. من الأشياء المدهشة جداً هو قدرة هؤلاء الأشخاص على عمل هذه الحركات أمام هذا الحشد من الجماهير والكاميرات بهذه الطريقة الاحترافية. يوضح لك هذا المقطع مدى مهارة هذا الشاب وهذه الفتاة في ممارسة رياضة الملاكمة.
على الرغم من أنه يبدو مشهدا خطيرا للغاية، ولكن يؤكد على مدى براعة وثقة هذا الشاب في القيام بعمل هذا العرض الخطير. يبدو هذا مشهد مثير لنا للغاية وينال إعجاب الكثير، ولكنه أمر معتاد جدا في كندا. ما هو أكثر مشهد نال إعجابك اليوم في هذا المقطع؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.